السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. اشترك معانا في القناة لو لسه مش مشترك، واضغط لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس وما توقفش الاستفادة عندك. سواء حظر التجول انفرض في مصر اليومين الجايين ولا لأ، دي شوية نصايح كده بسيطة جمعتها من فيديوهات كتير ومن وزارة الصحة ومن بعض الدكاترة المشهورة. لو مشينا عليها إن شاء الله احتمال كبير جدا الفيروس ما يصبناش. طبعا احنا كلنا ممكن في أي وقت يجينا الفيروس، ولكن احنا بنحاول نوعي وبنحاول ناخد بالوقاية اللازمة اللي بتتنشر على منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، عشان يبقى احنا كده عملنا اللي علينا ما يصبناش حاجة ان شاء الله. اول حاجة التدخين. الناس اللي بتدخن يا جماعة ده اصعب حاجة، ده حرفيا بيضعف مناعتك، واحنا عاوزين اننا مناعتنا تكون قوية عشان نقدر نحارب الفيروس، فياريت تمنعوا التدخين الفترة دي. اولا الفيروس ده بيصيب ايه؟ بيصيب الجهاز التنفسي. طب اول ما بيدخل الجسم بيدخل فين؟ في الحلق هنا، وبيقف هنا يقال 3 ايام وقف ان هو ينزل ليه اجهزة التنفس ويبدأ ياكل فيها او ينشط فيها او يتكاثر فيها. ازاي؟ بشرب المياه الدافية او شرب السوائل الدافية. يعني ايه؟ نشرب مية دافية كل ساعة يا جماعة، او شاي او نسكافيه او قهوة او ينسون او اي حاجة سائلة دافية انت بتحبها، عشان لو في حاجة هنا يبدأ ينزل للمعدة، فبالتالي المعدة قادرة ان هي تقضي على الفيروس ده تماما، لان زي ما قلنا هو بيتكاثر في الجهاز التنفسي، في خلايا الجهاز التنفسي. تاني حاجة لازم نتناول الأغذية المناسبة. مش هنشتري حاجات غالية، هي بس الخضروات والفواكه عليهم عوامل كبيرة جدا بتقوي مناعتك. خضروات وفواكه، عايز تضيف حاجة يبقى الجوز واللوز، حاجتين مهمين جدا في تقوية جهاز المناعة. وبعد كده الحمضيات، عصير ليمون بقى والحاجات دي. بعد كده ننشط الدورة الدموية، نعمل رياضة. طب لو في حظر تجول اعمل رياضة في البيت، اجري في المكان. ياريت بقى نبعد شوية عن الحاجات الساعة، العصاير والحاجات دي نحاول اننا نبعد عنها الفترة دي، لانه ما بيساعدش. دايما الحاجات دي بتنزل بالسوائل الدافية، انت حتى لو عندك كحة بيقولك اشرب سوائل دافية، ما بيقولكش اشرب حاجات ساعة. فالحلق ده لازم يكون باستمرار، يكون رطب ويكون فيه حاجات دافية داخلة عليه باستمرار. اخر حاجة واننا نعملها هي الغرغرة بالملح او الخل، مية بملح كده او مية بخل وندخله جوه ونغرغر كده، عشان ايه؟ برضو لو في حاجة في الحلق تبدأ ان هي تنزل. اخر حاجة يا جماعة ودي اهم حاجة، حاول ان انت ما تخافش ولا تتوتر، لان احنا عارفين اننا لو دخلنا خوف وتوتر بيقلل وبيضعف جهاز المناعة، واحنا مش عاوزين كده. حاول اننا ما نخافش يا جماعة، احنا طبعا بناخد بالاسباب، نحاول اننا ناخد بالاسباب. لازم نخاف، بس ما يكونش الخوف هو اللي يسيطر علينا. ناخد بالاسباب، يعني نمشي بارشادات، نمشي بالنصايح، نمشي بالتوعية، نمشي بالوقاية، ونحاول ان ربنا طبعا كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا، بس برضو اننا ما نلقيش بايدينا الا التهلكة، ونقول نفضل قاعدين نتبع الارشادات والتعليمات والنصايح، نعمل كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، وان شاء الله ربنا يعافينا ويزيح الغمة دي عننا ان شاء الله قريب جدا. شارك الفيديو ده لكل الناس، عايزه يوصل لاكبر عدد كبير من الناس، لعل وعسى ينقذ اي حد، وما توقفش الاستفاده عندك. واعمل لايك للفيديو عشان اللايك ده بيساعد الفيديو في الانتشار. كنت معاكم يحيى داود، السلام عليكم.